أيها الأحرار العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. خلينا يا علي نسأل كده، ماتش ليفربول وتوتنهام خلص لسه؟ ما خلص للأسف. طبعا هتلاقي مصر كلها قدام الماتش ده، وللأسف مش للأسف يعني تقدر تعتبر ان الناس محتاجة الماتش ده، محتاجة تقف ورا صلاح، محتاجة تتفرج على كرة كويسة، محتاجة كمان تتخدر وتخرج من القرف اللي احنا هنقوله. لكن للأسف القرف ده هيوصل للناس اللي بتتفرج دلوقتي، وهيوصل قريب قوي. المفاوضات فشلت وبقينا في مصيبة. معارض، مؤيد، سيساوي، إخواني، عسكري، مدني، انتهت. وهيبقى غبي قوي ومجنون قوي اللي فكر انه يشمت في المصيبة دي، لانه اهلنا واهلك هيموتوا من العطش لا محال من ده. وانا الحقيقة في غنى على اني اقسم دلوقتي قدام ربنا وقدام حضراتكم اني بنفكر معاكم بمنتهى الحياد، وبنعرض القصة برضو بمنتهى الحياد. واقسم بالله اني همسك لساني على قد ما اقدر عشان نفكر سوا في الكارثة دي. الأول خلينا نقول لحضراتكم، المفاوضات فشلت، انتهت، خلصت. أثيوبيا رفضت المقترح المصري بزيادة فتحات المياه في سد النهضة من 2 لـ 4. طيب ده معناه إيه بقى؟ معناه أنا مش هجيبه من عندي، عشان حضرتك هتقولي أنه أنت إخواني والكلام بقى الفاضي والهكس اللي غرقوكوا فيه من 5 سنين. أصديق قنوات إخوانية، أصديق قنوات مش عارف إيه. خلينا نعرف أو نشوف كده، أهو إثيوبيا ترفض مقترح المصري بزيادة فتحات المياه. مش هتفهم أنت بقى الفتحات 2 4، مش مشكلتك أنت، سيبك من القصة دي. تعال أقول لك بقى أنك أنت داخل على مجاعة. تعال أقول لك بقى دلوقتي أنك أنت داخل على مجاعة. الكلام ده أنا قلته من 2015، من اكتوبر 2015 وانا بقول لحضراتكم مصر داخله في كارثه. جبنا مصطفى عاشور، محمد حافظ، الشيخ الاستاذ شكري، كل بص جبنا اساتذه سدود، جبنا متخصصين. عبر 5 سنين بنقول لكم مصر داخله على كارثه. اتهمنا بقى بان احنا عملاء، خونه. تعال بقى نشوف بقى عمرو اديب. ها عمرو اديب بقى اخواني، عمرو اديب بيقول امبارح امتى المصريين هيحسوا بالمشكله وبيعترف بالمراره؟ امتى بقى؟ انت بعد ما تخلص ماتش ليفربول، او ابنك يخلص، او ابنك يخلص الماتش. بص كويس قوي، سمعوا الفيديو ده، امتى مصر هتحس بالكارثه؟ اسمع بقى عمرو اديب، مش القنوات بتاعتنا، عمرو اديب. كل ده وقت ضايع، على بقى ما تروح وعلى ما تجتمع وعلى وعلى وعلى. هو المفروض برضو علشان لمعلوماتك هو هيبتدي يملى، احنا عارفين المعلومة دي وانا قايلها لحضراتكم من شهر، هو هيبتدي يملى الصيف ده. هو السد بتاعه يتملي امتى؟ للاخر، اخر 22 اول 23. اول 23 انت يبتدي يبقى عندك مشكلة، يبتدي يبقى عندك مشكلة. هو حقيقة الامر من بداية ما يملى، من يوليو القادم، من الصيف الجاي لحد 23 انت في مشكلة. يعني من الصيف الجاي في عز العرق والحر والحوجة للمية هيبتدي هو يملى السد في يوليو 2020 اللي احنا فيه ده. وبالتالي بقى من ساعة ما يبدأ لحد ما يخلص ملي، لحد 2023، 3 سنين انت في مجاعة. طيب خلينا نشوف، عرفنا دلوقتي الكارثه، خلينا ندرس مع بعض زي ما اقسمت قدام حضراتكم كده، ندرس مع بعض الموضوع كله. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا اتفاجئنا بوزاره الخارجيه المصريه بتطلع بيان عنتري عن سد النهضه. الصفحه الرسميه لوزاره الخارجيه بتقول: تؤكد جمهوريه مصر ان البيان الصادر عن وزاره الخارجيه الاثيوبيه بشان الاجتماع الوزاري حول سد النهضه اللي عقد يومي 8 و9 يناير 2020
قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه الحقائق، وقدم صورة منافية لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع. وتوضح مصر أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالة فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر، بوصفها دولة المصب الأخيرة بما يخالف التزامات أثيوبيا القانونية وفقا للمعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها إيه، ركز معايا بقى، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم فيه 23 مارس 2015 اللي وقعه السيسي، الاتفاق ده اللي وقعه السيسي، وكذلك اتفاقية 1902 اللي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 93 اللي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصر من المصالح المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم في النيل الأزرق كما تفعل في أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع الدول الشقيقة. وتؤكد مصر أن هذا المنحنى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط. وبعدين لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها، حسن نية إيه؟ حسن نية إيه؟ ده أمن قومي. تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل، وطبعا هو بيتكلم هنا بحسن نية عشان الاتفاق اللي وقعه السيسي في الخرطوم 23 مارس 2015. وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج إلى آخره. اعترفت وزارة الخارجية في البيان أن المفاوضات انتهت، خلصت، أن المفاوضات خلصت. اللي حصل إيه يا أولاد؟ الخارجية تعترف بأن إثيوبيا قضت علينا بالضربة القاضية في الجولة الأولى يوم 23 مارس 2015 لما السيسي وقع الاتفاقية دي. خلينا نشوف في الجراف ده الطريق المسدود، اهو الطريق المسدود، انهيار مفاوضات سد النهضه. وزير المياه الاثيوبي بيقول مصر جاءت المحادثات دون نيه التوصل لاتفاق. مصر قدمت اقتراحا جديدا يطلب تنفيذ عمليه الملء في فتره من 12 الى 21 سنه، وهذا امر غير معقول. عايزين نملى السد في 12 ل 21 سنه. سنبدا ملء السد بحلول يونيو القادم، يوليو، خلاص في يوليو. مصر بتقول بيان وزير خارجية الأثيوبي مضلل ويتعمد تشويه الحقائق. أثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل. لم نطلب ملء السد في 21 كما زعمت أثيوبيا. نرفض تلويح أثيوبيا باستعدادها ملء سد النهضة. السؤال بقى، وليه حضرتك يا سامح يا شكري ما اتفقتوش من أول يوم، من يوم ما السيسي وقع في 23 مارس، ده يوم أسود في تاريخ مصر، 23 مارس 2015، ليه السيسي ما في الوثيقه دي ما حطوش بند السد يتملي قد ايه ويتملي في كام سنه؟ ليه مضيت على البياض كده للاثيوبيين؟ خمس رسائل حقيقه وردت في البيان المصري وهي بترد على اثيوبيا، على البيان الاثيوبي اهو. خمس رسائل نقلتهم الدستور البازفندي وهي مصر بترد على بيان اثيوبيا. ايه بقى الخمس رسائل؟ اي كلام في البدنجان، خلاص احنا بنلطم دلوقتي. الخمس رسائل اهي. واحد، تضمن بيان أثيوبيا تضمن مغالطات وانطوى على تضليل متعمد وتشويه الحقائق. اثنين، الاجتماعات الوزارية لم تحقق تقدما ملموسا بسبب تعنت أثيوبيا. ثلاثة، أثيوبيا تسعى لملء السد دون شرط ودون تطبيق أي قواعد. أربعة، تصريحات الاستهلاك المحلي لا تساعد على التقدم في المفاوضات. خمسة، لدينا رغبة صادقة لاتفاق عادل ومضمون ومتوازن يحقق المصالح. ده كان من بدري مش دلوقتي، لكن هو ما جابش هنا، الاخ بتاع الخمس رسائل ما جابش هنا السبب الرئيسي اللي خلى اثيوبيا تقعد تحط رجل على رجل. ما جابوش سيره السيسي خالص خالص، رغم ان بيان الخارجيه اشار الى توقيع السيسي على وثيقه المبادئ في 23 مارس 2015. لكن معلش، ممكن بس يطلع راجل السيسي مره واحده ويحلها زي ما عقدها؟ يا ترى ايه الحلول بتاعت عبد الفتاح السيسي، ومن غير ما اشتم، من غير ما اتكلم عليه بأباحة،
يا ترى ايه الحلول اللي عند السيسي اللي هو اصلا جاب لنا الكارثة دي؟ يا حضرات، لو لم يمضي السيسي، يوقع السيسي على الاتفاقية دي في 23 مارس 2015، كان زمان اثيوبيا دلوقتي بتتحايل بتبوس رجلينا عشان نوقع على اي اتفاقية. تعال نشوف بقى حلول السيسي ايه. نشوف السيسي حلها. فاكرين اليوم السابع لما طلعت قالت لنا في اليوم الاسود ده السيسي حلها؟ الرئيس يوقع على اتفاقية تضمن حق مصر المائي ورئيس الوزراء الاثيوبي لنا دور الشعب المصري. فاكرين اليوم ده؟ فاكرين حضراتكم العدد ده تاريخي؟ لا، وعملوا له الطيارة، والطيارة عليها تحيا مصر. فاكرين العدد ده تاريخي؟ قال لك السيسي حلها. طيب السيسي حلها ازاي؟ بانه ادى لاثيوبيا مية النيل وخلصت على كده، دي المية بتاعتنا. تعال نشوف بقى حلول السيسي، نمشي معاه واحدة واحدة. في 23 مارس 2015 السيسي وسد النهضة، الكذب ملوش رجلين. نشوف بقى، والله من غير ما نشتم ومن غير ما نتسافل عليه، العب كده أول حل للسيسي عنده إيه؟ اتفضل. بكل الحب، بكل الإخلاص، بكل الأمانة، ونوايانا كلها طيبة جدا جدا، وإحنا متأكدين كمان إن أشقائنا في أثيوبيا والسودان على نفس هذا المستوى. ده كان في مارس 2015، بدون ما يلجأ لخبراء، بدون ما يقعد مع الأمن القومي، راح مع نفسه كده وقع لأثيوبيا على اتفاقية ما نعرفش فيها إيه، وما فيهاش أي شروط فنية ولا حتى أي التزامات. وقلت لحضرتك قبل كده، لو عندك عربية بتبيعها لحد أو بيت بتشتريه من حد بتحط فيه كل حاجة، ده اللي بيأجر بيت مفروش بيعد المعالق اللي في المطبخ ويكتبها في الورقة. البيه راح ومضى لأثيوبيا على حاجة كده احنا ما نعرفهاش، بكل الحب، بكل الود، بكل النوايا الطيبة. ده كانت أول مرحلة، اليوم الأزرق الأسود ده 23 مارس 2015. تعال نشوف بقى حلها ازاي تاني، نقدم حل تاني للسيسي. اتفضل. لكن عايز أقول لكم اطمئنوا، الأمور ماشية بشكل جيد وبشكل مطمئن، وأنا ما ضيعتكمش قبل كده. عشان لما الناس بدأت تقلق من مارس لديسمبر وبدأت تسمع من القنوات بتاعتنا، وده شرف لينا لأن قنواتهم ما جابتش حل، ما جابتش الكارثة دي خالص. لما الناس في مصر بدأت تسأل عن القصة دي، هو المخابرات بتاعته قالت له الناس قلقانة، فطلع في ديسمبر 2015 عشان يقول لحضراتكم الناس قلقانة ليه؟ المفاوضات ماشية كويس جدا، وأنا ما ضيعتكمش قبل كده عشان أضيعكم تاني. إذا دخلنا بقى في الحلول البقيقي، نكمل بعد ما قال لنا الكلام ده وسجد المصريين كلهم، نشوف عملية تاني. العب. دور على شغلك يا امين، دور عليكم يا امين، انتوا تحافظوا على العلاقات مع الدول، ما تديش رسائل للراي العام تقلقوا، ولا رسائل تسيء للاخرين طبعا. في لجنه على اعلى مستوى في يناير 2018، يعني بعد سنين، طلع هو في مؤتمر مع الرئيس اللي اتخلع البشير ومع الرئيس الاثيوبي عشان يقول للمصريين وللصحفيين اطمئنوا والدنيا ماشيه زي الفل، واحنا ماشيين وعارف الحلول البيتي ادي حل. فهو لا زال لحد 2018 بينيم المصريين بالبق فقط لا غير. نشوف بقى لما وصل واستقبل الرئيس الاثيوبي الجديد ابي احمد في القصر الجمهوري، وشاف ان في حل عبقري هيلزم الرئيس الاثيوبي بانه ما يضيعش حق المصريين في النيل. ده كان في يناير، ده كان بعد يناير 2018. نسمع كده. معنيين بالموضوع ان شاء الله، ربنا يوفقكم. والله 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 لن نقوم باي ضرر، لن نقوم باي ضرر، لن نقوم باي ضرر للمياه في مصر، للمياه في مصر، مصر. من ديسمبر 2018 لما قعد يقول لكم اطمئنوا، الى يونيو 2018 لما طلع يحلف الراجل، احلف كده قدام الرجاله دي انك انت ما هتخني. دي حلول السيسي. نشوف كده الحل اللي بعد كده لما المصريين بدأوا يقلقوا أكتر ويحسوا إنه في مشكلة هتحصل، وبدأنا هنا صوتنا اتنبح ورقنا نشف، نشوف حلها إزاي. لو ما كانتش 2011
كان هيبقى عندنا فرصة ان احنا يتم التوافق على بناء السد. احنا في الغالب اللي بنطلعه يعني الحقيقة الراجل لما بدأ يحس ان في مشكلة فبدأ يلبسها في يناير، رغم ان يناير ملوش علاقة بالقصة خالص. يناير ما خلكش تروح تمضي زي الجزمة على ورقة انت ما تعرفش فيها ايه، وانت لا فاهم في المية ولا فاهم في الامن القومي ولا فاهم في العسكرية. فعشان الراجل بقى يلبسها لأي حد فلبسها ليناير. يناير ما جابتكش من قفاك كده وودتك الخرطوم عشان في 2011 عشان في 2015 تروح توقع زي الأعمى تضبش في عقد انت ما تعرفش فيه ايه. لكن فضل القلق مستمر، وهنا بقى بدأ السيسي يحس انه شوية كده لازم نعترف ان في قلق. نشوف كده السد. احنا في الغالب اللي بنطلعه لكم كتصريحات هو بيعكس المسار عشان لا نفاجئكم ولا كمان نخوف الناس بدون داعي. بدأ يعترف في 2019 انه في مشكلة كبيرة واحنا مش عايزين نفاجئكم ومش عايزين نخوف الناس التانيين. في الكاريكاتير اللي جاي ده مراحل تعامل السيسي مع ملف في صد النهضة. كاريكاتير رسمه الفنان علاء، ادي لن يمس احد حصة مصر من المياه واللي قرب له اشيله من على وش الارض. وبعد كده قول والله، قول ورايا والله والله لن تسبب اي ضرر للمياه في مصر. وبعدين الحاجات اللي انتوا عملتوها في يناير هي السبب. ده عبد الفتاح السيسي في كاريكاتير. ما عندوش الشجاعة عبد الفتاح السيسي انه يطلع يعترف انه اخطأ. ما عندوش الشجاعة دي خالص. ما عندوش خالص الشجاعة. عشان كده طلعت عليه او طلعوا عليه الشباب على السوشيال ميديا كتبوا التويتات دي. احمد بيقول اثيوبيا تعلن فشل المفاوضات والبدء في ملء الخزان ابتداء من يوم المقبل، وروسيا وقبرص واليونان يوقعان اتفاقية لتصدير الغاز عبر المتوسط بدون مصر. قلنا بلاش كيلو بامية عشان بنخسر فيها دايما محدش صدقنا. هو بيعلق على الكيلو بامية اللي بيلعبها السيسي مع قبرص واليونان، واللي لعبها مع الخرطوم ومع اديس ابابا، وفي الاثنين خسرنا. الناس الحقيقة كانت واعية جدا للقصة دي. ادي حد تاني بيقول له، بتقول شباب ما عندوش انتماء. طيب انا اللي بعت تيران وصنافير، انا اللي فردت في حلايب وشلاتين، انا اللي وردت مصر هبة النيل انها تعطي، انا اللي رافض ازود حصتي في غاز المتوسط عشان الاسرائيليين، وكمان اقف معاهم ضد اللي عمل لي صفقة. يا اخي ده انا مش عارف اقف قدام المراية منك. سد النهضة. حد تاني بيقول له يوجد شقة سوبر لوكس للبيع بارقى مكان بالقاهرة ملحق بها حمام في اثيوبيا لزوم الاستحمام. ده الناس على السوشيال ميديا. الدكتور اسامه رشدي بيقول عندما يعلن نظام السفاح فشل المفاوضات الخاصه بسد النهضه تذكروا انه كان وحلفاء جزء من مؤامره لا تزال فصولها لم تكتمل لتجويع مصر لتركعها. امرته الامارات فوقع على بياض لمنحهم الشرعيه ودعموا اثيوبيا لبناء السد، واخره قبل عام ونصف بثلاثه مليارات دولار. ده اللي كتبه اسامه رشدي. صاحب الحساب ده بيقول سد النهضة نفسي في مصر تتخلى عن طريقة اللين اللي بتتعامل بيها مع اثيوبيا دي والله، وتظهر بوشها الحقيقي اللي هي مصر الدولة الأقوى عربيا واللي عندها جيش يقدر يسحق أي حد يعتدي على حقوقنا. الحالة اللي احنا فيها دي بتخلي الاثيوبيين يقولوا علينا إننا غلابة قوي والله. على كل حال السيسي الحقيقة خلص الحلول اللي عنده، خلصها، خلصت. ما تنتظرش منه حل تاني غير حل هقوله لك بعدين. طب يعني طلع ممثل عاطفي فاشل هو وحلوله. خلينا انسى السيسي، نشوف ايه الحلول التانية اللي ممكن ننقذ بيها مصر. وانا اقسم بفكر معاكم، اقسم بالله العظيم بفكر معاكم، ومش عايزين نتكلم كتير. انا هعرض الحلول اللي اتقالت اليومين اللي فاتوا دي ونناقشها سوا وبمنتهى الحياد. اول حل، ناس اتكلمت على ضرورة الوساطة، وزير خارجية مصر سافر لواشنطن للتشاور حول سد النهضة. الكلام ده السبت 16 النهاردة طلع سامح شكري من القاهرة إلى واشنطن عشان يحث واشنطن أمريكا يعني إنها تخش بقى بتقلها عشان نخلص القصة دي، عشان هنجوع، عشان هيدونا 25 مليار لتر مكعب مية بس، يعني في 30 مليار لتر راحوا مننا، يعني هتفتح الحنفية ما تلاقيش مية. فراح الراجل طار. إذن الوساطة شيء كويس، بس الوساطة مع أمريكا. طب إذا كان أمريكا نفسها تلعب مع أثيوبيا، والدليل انقلاب اثيوبي بملف سد النهضة اجتماع واشنطن بلا افق. اذا كان امريكا نفسها تلعب مع
أكبر دليل على كده ترامب كشف في فيديو على أنه عمل صفقة مع أبي أحمد لإنقاذ أثيوبيا من حرب كبيرة. ده اللي قاله ترامب. The Nobel Peace Prize. I'll tell you about that. I made a deal. I saved a country. And I just heard that the head of that country is now getting the Nobel Peace Prize for saving the country. I said, what, did I have something to do with it? Yeah. But you know, that's the way it is. As long as we know, that's all that matters. Okay? That's all that matters. I saved a big war. يعني الراجل اعترف ترامب انه انقذ اثيوبيا من حرب كبيره وانه عقد صفقه مع اثيوبيا وتحديدا مع ابي احمد. عشان كده طلع مسؤول اثيوبي قال ان الكلام ده اللي قاله ترامب الكلام ده اهو ادي المسؤول ده كلام ترامب. لقد عقدت صفقه، لقد انقذت بلد، وسمعت ان رئيس تلك الدوله يحصل الان على جائزه نوبل للسلام عن دوره في انقاذ بلاده. هل لي في هذا؟ هل لي دور في هذا؟ نعم، ولكن هكذا تجري الامور. طلع مسؤول أثيوبي قال تصريحات ترامب تشير إلى منع المزيد من التوترات بين أثيوبيا ومصر بسبب سد ضخم تستكمله أثيوبيا على نهر النيل. إذن قصة المفاوضات الدولية، الوساطة الدولية انساها. أنت رايح لأمريكا اللي هي وقفت أصلا مع أثيوبيا، يبقى انسى القصة دي، الحل ده في شنك. نروح لحل تاني. في خبير اسمه شرائي قال إحنا ممكن نلجأ للتحكيم الدولي. حلو قوي، بس هو ما قالش تحكيم للأمانة، عشان بس يعني الراجل بيقول ان احنا ممكن نلجأ لمجلس الأمن الدولي، لان التحكيم ما ينفعش تلجأ له. ليه ما ينفعش تلجأ للتحكيم؟ لانه التحكيم شرطه ان الدولتين اللي محل النزاع يوافقوا على التحكيم. اذا دولة ما وافقتش مفيش تحكيم دولي. لكن عباس شرائي بيقول ادي خيارات مصر للرد على تعنت اثيوبيا في زعزم السد النهضة. قال لك ان مصر الحقيقة بتملك خيار مهم جدا، وهو انها ممكن تلجأ لمجلس الامن الدولي. تمام جدا. وقال لك على فكرة عباس شرائي، عشان بس تعرف مين اللي بيتكلم، الراجل ده خبير استاذ جيولوجيا المائية والجو ده، يعني راجل مهم جدا يعني. فقال لك في حال استمرار هذا التعنت فان خيارات بس تتمثل في اللجوء للوساطة، وقد تكون الدولة التي توسط بين الطرفين امريكا او دولة اخرى او حتى البنك الدولي. ويبقى الحل الاخير لمصر هو انها تلجأ لمجلس الامن الدولي. ومصر في المضمار ده عندها اوراق ضغط كتيره جدا، اهمها التقرير اللي بيدين اثيوبيا في الجانب الفني من ناحيه التصميم، وكونه ليس مرجعيا هندسيه واضحه. يا صلاه النبي. عشان تعرف ان اللي بيكلمك بيهزي عباس شرائي. عباس شرائي بيقول في نفس المكان ده ان اثيوبيا مش هتستفيد من السد اصلا. يا راجل، هما بتعملوا ليه؟ عندها وقت فراغ يعني؟ قال لك مش هتستفيد منه في الزراعه. ليه؟ قال لك السد تحت واثيوبيا الناس ساكنه فوق الجبال والميه تحت، هتطلع ازاي فوق؟ طبعا ده كلام واحد مخرف، لان اثيوبيا عايزه السد للزراعه وللكهرباء. اذا كلام عباس شرائي بيهزي، فسيبك منه خالص. نشوف حل تاني اقوى من كده. وانتم مش كنتوا طالعين تضربوا تركيا في ليبيا؟ ها؟ ايه رايكم؟ ما نشوف الحل ده. ادي حل اهو، الدكتور ممدوح حمزه بيقول ليس ضرب السد وانما احتلال المنطقه. واداره السد بما لا يخل بحقوقنا ونبيع لهم الكهرباء وياخدوا مننا تمنها كحارس امين على حقوقهم، وهي كهرباء فقط وحقوقنا هي ميه وطمي فقط. لان حد كان بيسال بيقول الا توجد الفرصه سانحه الان لضرب سد النهضه في ظل وجود حاله الارتباك الامني والسياسي في اثيوبيا عقب استخاره رئيس الوزراء للمره واحده نتعامل معهم بالمثل مثلما استغلوا نفس الظروف في مصر؟ فرد عليهم الاستاذ ده كان بقى زمان يعني الاستاذ ممدوح حمزه قال ده في 2011 قال لا نحتل السد بالمره. ايوه، مش انتوا كنتوا هتحاربوا تركيا؟ مش انتوا خدتوا اسرى اتراك شغلتوهم عندكم بوابين وبتاع في ليبيا؟ مش انتوا طلعتوا قلتوا كده؟ مش طلع مصطفى بكري يطلع صور اسرى اتراك؟ ما تخشوا بقى. ما ينفعش، ما ينفعش الحل العسكري مع اثيوبيا. ليه؟ لان السد ده تم تشييد اسلحه عليه اسرائيليه. موقع اسرائيلي، توتر شديد بين القاهره وتل ابيب بعد رفض السيسي طلب السيسي عدم نشر صواريخ حول السد. اثيوبيا يا حضرات استعانت باسرائيل عشان تحط منظومه دفاع جوي متطوره على السد، ومش بس منظومه دفاع جوي ومنظومه ضرب برضو تضرب الطيارات اللي ممكن جايه، مش بس رادارات،
لكن كمان او مصدات يعني، لكن كمان صواريخ هتضرب اي طيارة هتحوم فوق السد. والحاجة التانية بقى وده الاهم، ان امريكا ليها في السد والصين ليها في السد وروسيا ليها في السد. فلما الصين وامريكا وروسيا تضرب انت السد فانت بتعلن انك هتخش حرب معاهم، تقدر عليهم. عرفتوا ليه بقى الاعلام مش بيسخن في قصة ضرب السد؟ عشان اسرائيل بتحمي السد والصين وروسيا شركة، والاعلام بيعمل حاجة تانية خالص، بيسخن على تركيا، بيسخن على الوثاق. لكن في المشكلة الحقيقية اللي محتاجة تسخين الاعلام عامل من بنها. نشوف حل تالت. حل تالت هو الخبرة، نجيب مجموعة خبرة والناس يتكلموا. انا ما قلتش الحل ده، ده اللي قال الحل ده عمرو اديب امبارح، قال هاتوا بقى خبراء يكلموا الناس عن المشكله. شوف كده، اشرحوا للناس يا جماعه زي ما كنت صرح كده في هذا البيان المخاطر المترتبه على عدم تحقيق الاهداف المصريه في المفاوضات. لازم الناس تفهم، لازم الناس تفهم ايه المخاطر الموجوده. هذا شعب ناضج واعي، قول له ايه اللي واقف مستنيه. ويجب ان يظهر خبراء المياه في مصر ويتحدثوا للناس ويقولوا لهم ايه البدائل، ايه الحلول اللي موجوده، ايه الاشياء اللي ممكن نعملها. هذا امر ما ينفعش نعمله على جنب او بس اهدوا انتوا مالكمش دعوه واحنا هنحله. لا لا لا، لانه ده امر جلل، المياه امر جلل. معلش انا الان يعني الراجل عمرو اديب طلع يقول ده امر جلل، هاتوا خبراء يشرحوا للناس، خليه على جنب دي. وما ينفعش تقولوا للناس اطمئنوا. مين اللي كان بيقول الحل ده؟ مين اللي كان بيقول للناس اطمئنوا؟ السيسي يا عمرو. عمرو طلع دلوقتي يقول ما ينفعش تقولوا للناس اطمئنوا، هنعمله على جنب اهو. مع الدول ما تديش رسائل للراي العام تقلقوا، ولا رسائل تسيء للاخرين. طبعا في لجنه على اعلى مستوى من الخارجيه والراي والمعنيين بالموضوع ان شاء الله. ربنا يوفقك. ده اللي عمله السيسي يا عمرو، ما حدش قال للمصريين اطمئنوا وقعدوا وانا ضيعتكم قبل كده، انسوا انتوا، غير السيسي. انما تعالى يا عمرو، جبنا خبراء وجبنا ناس تشرح مخاطر السد، وبعدين لما الخبر يقعدوا يتكلموا ايه اللي حصل؟ المايه هتنزل من الحنفيه؟ المصريين هيلاقوا المايه؟ ولا هنقعد نهري ونهبد؟ يا عمرو مش حل ده، سيبكم الحل ده. بس عمرو على فكره يقدر يحمل اي حد مشكله السد دي الا السيسي. والدليل ان عمرو طلع قال عندنا هدر في المايه بسبب الاستخدام الخاطئ، مش بسبب ان امضه السيسي وقعت خالص، بسبب الاستخدام الخاطئ. اذا الحل بتاع عمرو حل مش منطقي كده. لا مفاوضات هتنفع، ولا تحكيم دولي هينفع، ولا مجلس امن هينفع، ولا حرب هتنفع. طيب نشوف حل تاني، حل مهم برضو. في سيده محترمه اسمها هايدي عملت جمعيه اسمها جمعيه، او بتفكر تنشئ جمعيه اسمها جمعيه متضرري السد. ادي هايدي زورو بتقول قررت انا هايدي فاروق عبد الحميد المواطنة والمحامية المصرية أتقدم بطلب تأسيس جمعية متضرري سد النهضة في خطوة أولى نحو تدويل قضيتنا العادلة وجاري موافقتكم بالتفاصيل. طيب عملنا جمعية متضرري سد النهضة، وبعدين؟ وبعدين؟ أنا همشي معاك يا أستاذة هايدي وأنت محامية. عملنا الجمعية وطلعنا نعرنا وجعرنا في الميادين تسقط أثيوبيا، وبعدين؟ إذا كان النظام اللي مضى بتاعك اللي راكبك هو اللي موجود، الحاجات الدولية ما بتعترفش بالقصص دي، المؤسسات الدولية ملهاش علاقة إن الشعب مش موافق. هايدي الحل بتاعك ده كان ينفع فعلا بس قبل ما يمضي السيسي. الحل بتاعك ده يا أستاذ هايدي كان ينفع قبل يوم 23 مارس 2015. الحل بتاعك ده كان ينفع لو إن السيسي عمل استفتاء للشعب المصري اوقع على السد ولا لا، ساعتها بقى كنت تعملي الجمعيه وتوعي المصريين
وتوقفي الشعب المصري وتقولوا خلي السم يمضيش ونمضي كلنا نطلع كده نقول لا لا توقع. انما حلك دلوقتي ملوش اي 30 لازمه، هو في الاخر عباره عن ناس بتصرخ المجتمع الدولي لا يعترف بيهم. مفيش غير حل واحد. بس انت خدت بالك من حاجه؟ ولا واحد فيهم علق الجرس في رقبه القط. الاعلام المصري حريص يا حضرات على ان اقول ما يقولش مين السبب. السيسي هو السبب في التوقيع على السد، حريص جدا انه ما يجيبش سيره يوم 23 مارس 2015، يقول لك الاستخدام الخاطئ، يقول لك ثوره يناير، يقول لك الجو، يقول لك اصل الحكم. انما حريص قوي الاعلام المصري على انه يزيف وعي المصريين وما يقولش مين السبب في الكارثه دي، ما يقولش ان السيسي هو السبب في الكارثه دي بتوقيعه يوم 23 مارس 2015 في الخرطوم على اتفاقيه المبادئ. الحل الاخير، اوعى بقى في يوم من الايام يطلعوا يقولوا لك الحل ده وتسلم نفسك وحياتك وحتى موتك تسلمهم للصهاينه. وخد بالك بقى من دلوقتي وراقب كلامهم، الحل الاخير هيقول لك المخطط اللي بقاله 200 سنه، المخطط اللي اتوجد من 200 سنه، المخطط ده يا حضرات هو نقل ميه النيل الى الكيان الصهيوني. فهيجي تنشف عليك الدنيا وهتبتدي تعطش وتموت، وفجاه يقول لك معلش ممكن نزود الميه عشان اسرائيل بشرط ان الميه تعدي على صحراء النقب. المخطط ده انا جبته هنا قبل كده في حلقه من سنتين تقريبا والفيديو موجود. صوره من كتاب النيل في خطر للاستاذ كامل زهيري. الاستاذ كامل زهيري بيقول في الكتاب ده، الكتاب اهو، والكتاب على فكره صدر مع اول تصريح للسادات لما السادات اتكلم على انه هينقل الميه لصحراء اسرائيل، لصحراء سيناء، قصدي صحراء النقب. السادات وقف فرقع تصريح، ده فرقع دي هو اللي قالها كامل زهيري مش انا، وقال بالنص ان مصر بتهدر 6 مليار متر مكعب من الميه في البحر المتوسط. فيها ايه لو الميه دي راحت للكيان الصهيوني؟ اسمع من كتاب كامل زهيري النيل في خطر اللي كتب في اوائل او اواخر السبعينات، وهو كتاب رائع بيأصل فيه كامل زهيري ازاي ان الصهاينه من اول هرتزل عينهم على ميه النيل، ولدرجه ان هرتزل رفض عرض انه يعمل كيان صهيوني في العراق لانه عايز النيل، عايزه. نشوف كده بيقول ايه في مقدمه الطبعه الثالثه للكتاب ده. بيقول اذا كانت كارثه الجفاف قد خربت اثيوبيا والسودان الى اخره، يعني بيقول ايه، والكارثه كشفت ان ما كنا نحذر منه من تحويل مياه النيل لاسرائيل سنه 79-80 لان مصر لا تملك ولا تستطيع الاستغناء عن قطره واحده لم يكن مجرد معارضه شخصيه للسادات. فالكتاب لم يكن سياسيا ولا ادبيا، ولكنه الكتاب الاول اصدار ليه 79، ولكنه صرخه للتحذير من ان يتحقق وعد السادات، وكانت قد راجت في الصحف الرسميه في اواخر 79 واوائل 80 ان مياه النيل تفيض عن حاجه مصر وان النيل الكريم يلقى بالمياه في البحر. بل قال السادات بنفسه في احتفال لنقابه المياه الزراعيه يوم 6 نوفمبر 80 اننا نقذف الى البحر المتوسط باكثر من 6 مليارات متر مكعب من المياه العذبه. وكان الرئيس السادات ايامها سريع الاحاديث وكان يخطب كثيرا ويدلي بالاحاديث اكثر، وكان يهتم حتى بصحافه المكسيك واليابان واوروبا وامريكا بالطبع، وكاد يتوه منا تصريحه الخطير اثناء زيارته لحيفا في 4 سبتمبر 79، وكان هذا التصريح هو البدايه. كانت الرحله نفسها غريبه فقد تمت على الباخره المصريه الحريه التي بنيت في عهد الخليل اسماعيل، وكانت تعتبر اقدم قطعه بحريه تجوب البحار في العالم. واستقبلت الحريه تشكيلات من الطائرات وعشر سفن حربيه اسرائيليه من حملات الصواريخ. كان اللقاء الاول بين السادات وبيجين رئيس الوزراء الاسرائيلي انذاك واسحاق نافون الرئيس الاسرائيلي، وكان المحور هو التبكير بموعد الانسحاب الاسرائيلي من سانت كاترين. ولكن السادات فرقع فكرته عن تحويل مياه النيل للقدس والنقب، ومضى شهران وكاد التصريح يضيع وسط زحام التصريحات. في 46 من مجله العدد 49 مجله اكتوبر
اللي صدر في 24 ديسمبر 79 نشرت المجلة بتقول: أعلن الرئيس السادات يوم الثلاثاء الماضي 27 نوفمبر 79 أنه أعطى إشارة البدء في حفر ترعة السلام بين فرسكور والتينة عند الكيلو 25 طن إسماعيلية وبورسعيد لتتجه نحو قناة السويس لتروي نصف مليون فدان. وقد التفت السادات إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة علمية كاملة لتوصيل مياه النيل إلى القدس لتكون في متناول المؤمنين المترددين على المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وكنيسة القيامة وحائط المكة. وقال الرئيس: ونحن نقوم بالتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، سنجعل هذه المياه مساهمة من المسلمين تخليدا لمبادرة السلام. وقال: باسم مصر وأزهرها العظيم وباسم دفاع عن الإسلام تصبح مياه النيل هي آبار زمزم لكل المؤمنين بالأديان السماوية الثلاثة. ولما كان مجمع الأديان في سيناء بالوادي المقدس طوى رمزا لتقارب القلوب في وجهتها الوحيدة إلى الله سبحانه وتعالى، فكذلك ستكون هذه المياه دليلا جديدا على أننا دعاة سلام وحياة وخير. وكان من الصدفة أنني دائما أتابع ما تنشره الصحف الإسرائيلية منذ عقاب حرب أكتوبر. أنا تذكرت أني قرأت مقال سنة 74 لرئيس هيئة تخطيط المياه في إسرائيل واسمه المهندس إليشع كلي، ويقترح فيه شراء مياه النيل من مصر بعد إتمام السلام لحل أزمة المياه القائمة والقادمة في إسرائيل. الحقيقة في الكتاب ده لما تخش بعد المقدمة دي في أول الكتاب هيفاجئك كامل زهير رحمة الله عليه، والكتاب صادر عن دار حزب التجمع لأن دي جريدة الهلال الأهالي، هيفاجئك بأن هرتزل وأن الصهاينة من 200 سنة كان عندهم عينهم على مية النيل بوثائق. كامل زهير مش هيتكلم كده بهزار، بوثائق كيف كان الصهاينة من أول ما بدأوا من أول دزرائيلي رئيس وزراء إنجلترا وحتى الآن حتى صدور الكتاب ده عينهم على مية النيل. يا حضرات، النيل في خطر، موجود حضراتكم عندكم على النت، اعملوا داونلود ونزلوا وقراه عشان تعرفوا ان قد يكون ده الحل اللي السيسي بيعمله، انه ينشف الدنيا خالص، يقربك من المجاعة، يصنع مشكلة، ثم فجأة يقول لك لقينا حل، احنا هنموت كلنا من العطش الا اذا، فانت تمسك في الا اذا، الا اذا وافقنا ان المية تعدي على الكيان الصهيوني. ساعتها ابو مين اللي مش هيوافق؟ ام مين اللي مش هتوافق؟ مين ما يوافقش ساعتها؟ المهم نشرب، وطالما دخلت المية للكيان الصهيوني فانسى القصة دي خالص. قد يكون ده الحل اللي السيسي مخبيه في جيبه زي الصحراء الفشنك عشان يطلعه لك من جيبه في الوقت المناسب. لكن انا عندي حل تاني، او احنا عندنا حل تاني لله وللوطن، لا جمعية متضرري السد ولا المفاوضات ولا التحكيم الدولي ولا القصة دي كلها. احنا عندنا حل تاني عشان محدش يتوه مننا في دوامة حلول فاشلة. ببساطة الحل ببساطة، المجرم اللي شبكنا يخلصنا، المجرم اللي ضيعنا وتسبب في كل ده يمشي. فلما هيمشي تطلع لجان شعبية تعلن انها لا تعترف بكل المعاهدات اللي وقعها هذا المجرم، وده بقى اللي بيفهمه المجتمع الدولي، وده اللي فهمه الناس على مواقع التواصل وقالوا عشان السد النهضة وغيرها من المصايب، عشان مصر، عشان مصر بس لازم تمشي. نشوف كده اهو الجيش لا هيروح ليبيا ولا هيحارب في اثيوبيا، الجيش نازل ميدان التحرير لمحاربة الشعب. ده السيسي، ده السيسي نازلين نحرر نفسنا من الظلم والذل، نازلين عشان العيشة تكون نفس الحاجة على الكل، نازلين نجيب حقوقنا اللي اتسرقت مننا، نازلين نرجع ميتنا وأرضنا، نازلين عشان عيالنا يشوفوا بكرة أحسن من النهاردة، نازلين عشان دي ثورة شعب تعبان مش مبادرة، نازلين يوم 25 يناير. ده الحل، ده الحل. وطني غير وطنك، مصر هترجع في يوم لشعبها وبإذن الله احنا قدها، نازلين يوم 25 يناير. ده الحل بدون ما زود. ده البازا فندي بيقول عشان الغلابة دول واللي زيهم كتير نازلين يوم 25 يناير. ده مفيش حل قدامكم تاني غير كده.
ادي واحد تاني بيقول السيسي لازم يمشي، نازلين يوم 25 يناير. يا حضرات ده الحل بدون تعبئة ولا حشد. مدد مدد شدي حيلك يا بلد، ان كان في ارضك مات شهيد في الف غيره بيتولد. ده الحل، ملكوش حل غير كده. اني اراها اتيه فجهزوا لها واستعدوا، فاضل 13 يوم. ده صاحب الحساب ده على مسؤوليته هو الشخصي. شمس الحريه الشاب ده مش اشجع ولا ارجل من شباب مصر الجدعان، نازلين نرجع بلدنا مسلم مسيحي، هدفنا واحد، مصر مش للبيع، نازلين يوم 25 يناير. يا حضرات ده الحل بدون حشد. تحيه الاعظم واشجع جيل شافته مصر في عصر الحديث، بكره بتاعنا اكيد نازلين 25 يناير ان شاء الله، ثوره يناير القادمه وبقوه. ده الحل، ملكوش حل غير ده. من غير حلفان فرصتنا الوحيده اننا نصلح مسار الثوره في اليوم ده. فلو ما حدش نزل لا قدر الله مصر مش هتبقى ام الدنيا والكلام ده، لكن هتبقى راحت في 60 داهيه بسبب حاجات كتير جدا اظن ان كلنا عارفينها، ومن اهمها قضيه السد، قضيه تهجير اهالي مصر. نازلين 25 عشان مصر بلادي حره. ده الحل بدون اي افوره، بدون مبالغه. صباح اليقين في رب العالمين، ادعوا انتوا واثقين في وعد ونصر مبين. صباح الخير يا احبتي الغاليين. والله واقسم بالله بدون اي مبالغه، ليس لها حل غير حل واحد بس، ان النظام ده يتشال، وان تطلع لجنه شعبيه او لجنه رئاسيه تعلن للعالم كله ان اي معاهده وقعها السيسي فهي لاغيه، لان النظام نفسه اتلغى. اي حل تاني غير كده ملوش اي 30 لازمه. اي حل تاني غير كده هو هبد. واللي مش عاجبه الحل ده وشايف ان ده حل صعب، فالاصعب قادم. اتفرج على اولادك لما يجوعوا، اتفرج على البلد لما تتعرض لازمه ومجاعه، والتاريخ بيقول كده. مصر لم تتعرض لمجاعه في تاريخها الا بسبب النيل. ساعتها بقى يا معلم مش هيكون فيك حيل اصلا تطلع في ثورة، ساعتها مش هيكون أصلا عندك تركيز، ساعتها هيترفع الشعار المصري السخيف. إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. يا حضرات ليس لها إلا حل واحد، إزاحة هذا النظام وعدم الاعتراف بكل معاهدة وقع عليها، هو ده الحل. هتعمل إيه أنت بقى؟ أنت حر. اهلا بحضراتكم، ونبدا الحلقه بقبل الهوى على طول. قبل الهوى الناس استمتعت، المصريين يعني اكتر من الانجليز، استمتعوا النهارده بفوز ليفربول على توتنهام 1-0 بهدف واحد يعني من صناعه محمد صلاح. حيا صلاح يصنع وقطار ليفربول يدهس توتنهام ليوسع الفارق في البريميوم ليج، اللي هو البريميوم ليج اللي هو الدوري الانجليزي. وماتش كان رائع جدا بالنسبه لصلاح ورفاق صلاح، وكان حاجه هايله جدا، واحنا استمتعنا بصراحه بحاجه، والمصريين استمتعوا. اهم حاجه ان احنا نستمتع بصراحه بالكوره، مالنا ومال النيل والقرف ده. خلي النيل وقت النيل، ده اللي كان قبل الهوى على طول. صلاح بصراحه ابدع في الماتش ده. خلينا نشوف أول الحلقة وملف النيل. يبقى خلينا نبدأ كويس يعني، نبدأ احنا ممكن نختلف يا جماعة على أي حاجة، زي ما قلت لحضراتكم، نختلف على دستور، نختلف على سياسة، نتعارض، نبقى معارضين مع بعض، نختلف حتى زي ما قلت لحضراتكم على التيرانوس انافير. ممكن نختلف على التنازل عن الغاز، ممكن نختلف في كل شيء، لكن ما اعتقدش ان في اتنين عاقلين في مصر ممكن يختلفوا على الميه. ما فيش اتنين واعيين عاقلين وطنيين ممكن يختلفوا نعيش ولا نموت بالعطش. ما فيش حاجه كده. ما فيش اتنين عاقلين يقبلوا على الاطلاق ان مصر تعاني من ازمه ميه.
خلينا نشوف الموشن ده كده. خلينا نشوف حضراتكم البداية لأنه الموضوع ده مهم جدا وهيبقى مهم. وزير الري عن مفاوضات السد بيقول كان يعني بيقول أشعر أننا توصلنا، كان قبل المفاوضات الأخيرة يعني، إلى المكونات الأساسية للاتفاق. ده كان قبل ما يعلن وزارة الخارجية المصرية تعلن أن الموضوع فشل. يعني الراجل كان يقول لك أشعر أحس حاجة، يعني كلام أغاني يعني. وكان في كلام يوم الاربعاء 8 يناير اهو، وزير الري نامل بالخروج بمسدد اتفاقيه لملء وتشغيل السد. ده كان كلام يعني، ده 8 يناير بس، انت عشان ده كلام اتاخر من 2015. خلينا نشوف في الانفوجراف ده تعثر مفاوضات سد النهضه بعد ما اعلنت وزاره الخارجيه المصريه ان المفاوضات فشلت. شوف كده. يعني انت بتمضي على ايه؟ مش تشورنا؟ تعمل السفتة وتشورنا احنا نقول لك اه ولا لا؟ ولا هي مملكة؟ لان رأس السلطة بتاعتك هي اللي وقعت عليها، فانت جايين تلوموا نفسينا وجايين نجيب. احنا في كارثة، احنا سوا كده في كارثة، بدون ما نشمت بدون ما نتكلم بدون اي هكس، يعني احنا في كارثة. عشان استعرض بس الكارثة دي، خليني انا معايا دلوقتي الاستاذ المهندس محمد حافظ، دكتور محمد حافظ، استاذ هندسه السدود. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، كيف الحال؟ ومعي ايضا على الهاتف الاستاذ مصطفى عاشور، اعلامي متخصص في شؤون الزراعه والري. ومصطفى عاشور متابع من اول يوم الملف ده، فخلوني ارحب بالاستاذ مصطفى عاشور. اهلا بك يا استاذ مصطفى. اهلا استاذ محمد بحضرتك وبالدكتور محمد ومشاهدين قناتكم الكريم. خليني ابدا مع حضراتكم في الاول، يعني اعتقد انه لا تختلف معايا دكتور محمد ولا الاستاذ مصطفى ان احنا بعد اعلان الفشل ده في كارثه، مصر في كارثه. هل لو قلت انا كده يا دكتور محمد، خليني ابدا بحضرتك، هل انا ببالغ؟ بالتاكيد مش ببالغ بتاتا، ده انت حتى يعني كلامك يعتبر اهون بكثير من الواقع. انا لا هقول كلامي ولا هقول كلامك، انا عايز بس الشعب المصري يسمع لكلام عمرو اديب اللي قاله امبارح، وقال ان اثيوبيا ان مصر طلبت من اثيوبيا 40 مليار متر مكعب من تدفقات النيل الازرق. تدفقات النيل الازرق اللي بتوصل لبحيره ناصر كل سنه تعادل 50 مليار. فمصر خفضت من 50، قالت والله احنا مش عايزين ال 50، احنا عايزين 40 فقط. فجت اثيوبيا قالت لهم لا انا هديكم بس 25. إذا اللي ممكن يوصل لبحيرة ناصر من تدفقات النيل الأزرق بدل ما كان 50 هيبقى 25، إذا في 25 مليار دول ضايعين. تخيل إن في 25 مليار من الحصالة الكبيرة اللي في بحيرة ناصر اللي هي بتشيل 84 مليار، 25 مليار منهم اتشالوا. إذا اللي هيتبقى هيتبقى 59 مليار. 59 مليار 10 منهم هيروحوا للتبخر، هتبقى 49 مليار، 18 هيروحوا للسودان، هتبقى حوالي بتاع حوالي بتاع 30 مليار دي اللي هيكون حصه مصر. طيب خلينا نتوقف هنا يا دكتور محمد، خلينا نتوقف هنا. خليك معايا بس عشان ايه، ومعايا ولسه التفاصيل هنرجع لها. استاذ مصطفى، هل انا يعني والاستاذ دكتور محمد مبالغين او بالغنا؟ يعني انا لما بلغت لما قلت انه احنا في كارثه، والدكتور مصطفى وصف ان انا بهون كمان الموضوع، هل انت تتفق معنا او تختلف؟ لا احنا مش في كارثه، احنا في كارثه ومصيبه. والكلام اللي قلناه مع حضرتك من سنوات ومن شهور ان الناس دي ناس مجرمه في حق مصر، وان الناس اللي بتفاوض لازم يتحاكموا، وانه من استمر في هذا الملف رغم تحذير كل الوطنيين والاعلاميين وحضرتك
في البرنامج بتاعك ده اكتر من مره قلنا ان المفاوضات دي عبثيه وان النتيجه كارثيه. لكن الجديد يا استاذ محمد اللي انا عاوز اقوله لحضرتك والمشاهدين ان البيان بتاع الحكومه المصريه جه بيعترف بكلام اللي حضرتك قلته واللي انا قلته واللي الدكتور محمد قاله واللي كل مخلص وطني ان هم فاشلين. قالوا في بيانهم احنا فاشلين، احنا اثيوبيا ضحكت علينا، احنا اثيوبيا خدتنا لفه ودورتنا 7 سنين 6 سنين ورجعتنا بعد دوخنا يا لمونه ورجعتنا تاني بعد ما ضحكت علينا. مضينا على اتفاق 2015 السيسي مضى، السد اتملى، والبيان بتاع الحكومه المصريه جاي بيقول لك ايه؟ ان اثيوبيا متعنته واثيوبيا ستنفرد بملء الخزان، واثيوبيا لم تضع قيود على الملء، واثيوبيا لم تضع شروط ولا قواعد لتشغيل سد العالي مع سد النهضه. وبالتالي الكارثه الكبيره ان هؤلاء من اعترفوا في هذا البيان بفشلهم لابد ان يحاكموا، لانه كان هناك ناس بيحذروهم طوال السنوات الماضيه اوقفوا هذا العبث ولم يقوموا بذلك. طيب. هم في هذا البيان اعترفوا بانهم مجرمين. طيب خليك معايا يا استاذ مصطفى بعد اذنك، اعود تاني للدكتور محمد. دكتور محمد، يعني الاستاذ مصطفى حط ايده دلوقتي على وانا عارف ان حضرتك مش عايز، يعني انت متخصص في القصه وبالتالي الجانب السياسي والدبلوماسي انت ما انتش يعني قصدي اقول هتبرع اكتر في الجانب التقني. كان من ضمن الكلام اللي قيل النهارده على لسان واحد اسمه عباس شرائي استاذ جيولوجيا موارد مائيه او حاجه زي كده، وانا قريت الكلام ده بنفسي، قال ان اثيوبيا نفسها مش هتستفيد من السد في الزراعه لان السد تحت واللي هم بيزرعوا على الجبال، وبالتالي اثيوبيا اصلا القصه دي ما تخصهاش، يعني مش هتستفيد منها كتير. ما هو تعليقك على كلام شخص متخصص زي الدكتور او الاستاذ شرائي؟ هو فعلا المنطقه اللي وقع فيها سد النهضه منطقه جبليه وعره جدا ما فيهاش مناطق زراعيه، وان كان حاليا بيمهدوا بعض الاراضي هناك حوالي نص مليون هكتار للزراعة بعد ما أزالوا العديد من الجبال والمناطق دي حاجة. ففي احتمالية كبيرة جدا أن يستفاد من مياه سد النهضة لزراعة بعض الأراضي هناك، ولكن مش بحجم كبير، حاجة بتاع حوالي مليون فدان مش أكتر من كده. وفي فعلا على الإنترنت في بعض الكلام أن في شركات سكر من فرنسا جاية تستغل هذه الأراضي لزراعة السكر بالقرب من لزراعة قصب السكر بالقرب من سد النهضة. دي حاجة. تاني حاجة حتى كهرباء، يعني ممكن أضيف على الكلام اللي قاله الدكتور شراقي، حتى كهرباء الشعب الأثيوبي بذات نفسه مش هيستفيد من الكهرباء اللي هيطلعها سد النهضة، لسبب بسيط إن مفيش شبكة بتربط ما بين سد النهضة وداخل أثيوبيا. الشبكة اللي موجودة حاليا هي شبكة ربط ما بين أثيوبيا والسودان، والهدف منها هو تصدير الكهرباء للسودان، ولكن الكهرباء بتاع سد النهضة السودان هتاخد جزء بسيط منها والباقي المفروض انه هيطلع لمصر. لذلك مصر مؤخرا قدمت او مدت الشبكة بتاعة الربط الى حوالي 1000 كيلو داخل السودان، وذلك بقية الربط ما بين اثيوبيا والسودان ومصر، والهدف النهائي هو استيراد الكهرباء من سد النهضة للدولة المصرية او يصدروه لاوروبا. فسد النهضة هو معمول فقط للإتجار بالكهرباء للخارج مش للشعب الأثيوبي نفسه. طيب خليك معايا يا دكتور، أرجع تاني للأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى خليني حضرتك، حضرت من أول يوم يا تقريبا أنت الشخص الوحيد في مصر اللي تابع الملف ده، يمكن حتى أثناء بعض الجولات. يعني من أسباب الكارثة يرى البعض غياب الاولويات الدبلوماسيه، منها مثلا شفنا او سمعنا خبر النهارده لحظه وصول سامح شكري الى الجزائر، كان في خبر وفيديو كده شاهد لحظه وصول وزير الخارجيه سامح شكري الى الجزائر. ماذا تعتقد يعني ما هي الاهميه عند الناس دي السد واعلان الخارجيه انها فشلنا فيه وفشلنا في المفاوضات، وفي نفس التوقيت وزير الخارجيه المصري موجود في الجزائر مؤكد لمتابعه الشان الليبي وتدخل او يعني وصول القوات التركية؟ ما هو تعليقك على ده؟ تعليق على كده انه للاسف الشديد السيسي في ملف سد النهضة هو تابع زيه في ملف الغاز، هو تابع زيه في تيران وسنافير هو تابع. بمعنى حضرتك يا استاذ محمد عارف لما يبقى الشخص اللي قدامك ضعيف وليس لديه شرعية وشخص يبحث عن الكرسي، بالتالي لما يضغط عليه في ملفات بيتنازل عنه.
هو النهاردة حتى سامح شكري رايح الجزائر مش عشان مصر، هو رايح الجزائر عشان خاطر الإمارات، رايح الجزائر عشان خاطر فرنسا، رايح الجزائر عشان خاطر روسيا، عشان خاطر يقف أمام تركيا. أنا ماليش علاقة في ده دلوقتي لأنها يهمني الكافة اللي احنا فيها. الناس دي عندها رد جاهز حضرتك هتسمعه، إن احنا حاولنا بقدر الإمكان، خلي حضرتك من هذا الكلام، حاولنا بقدر الإمكان أن نعالج فشل حكومة مرسي في ملف سد النهضة. حاولنا لمدة 6 سنوات في التفاوض، لكن مرسي وحكومة مرسي وهشام قنديل هي السبب فيه، والثورة المصرية هي السبب في ما نحن فيه الآن. ده الكلام اللي هيقوله السيسي، والكلام اللي هتقوله الخارجية، والكلام اللي هيقوله، لأنه للأسف الشديد هناك ضغوط عليهم في ملف سد النهضة لم يستطيعوا أن يقفوا. هو أنا هسأل حضرتك سؤال، أنت حضرتك لو رئيس جمهورية مصر العربية وكل مرة في جولات المفاوضات من 5 أو 4 سنين فات تفشل المفاوضات، يا أخي كرامة مصر، وبعدين تروح ما تاخدش حاجة من أثيوبيا، وبعدين تروح تمضي في السودان وتضحك عليك، وبعدين تجيب الراجل بتاع أثيوبيا تقول له أقسم بالله العظيم حق مصر ما يضيع ويضحك عليك، وبعدين تفشل. طب ما تعمل بقى، أنت عندك كرامة، أنت مصري بقى، قول يا عم أنا مش هحضر معاك يا عم، أنت مش كده عاوز تسيب السد، روح ابني بقى، أنا مش هحضر معاك. لكن هذا الرجل للأسف الشديد ليس لديه قرار سياسي مصري يتخذه. أي واحد بكرة الصبح لو أعطيته مواطني، لو أعطيته الملف بعيد عن السيسي وقلت له خد قرار، هيقول لك شكرا إحنا مش رايحين واشنطن، إحنا مالناش علاقة. لأنه أنا مش هناقش زي الدكتور محمد بيتكلم الأضرار، أنا هناقش إنه أي مناقشة لسد النهضة هي اعتراف بسد النهضة واعتراف بالسدود التي ستبنى بعد ذلك. طيب انا هقول لحضرتك، طيب خليك واقف هنا يا استاذ مصطفى، خليك واقف هنا، انا راجع لك تاني بس، وده كلام مهم جدا اللي انت بتقوله، لان انا عايز اسالك على كمان طريقه او استراتيجيات مصر في المفاوضات اللي انت حضرت جزء منها. بس خليني قبل ما اروح كمان للدكتور محمد حافظ نشرك المصريين اللي قاعدين يسمعونا دلوقتي. شوف ادي في الصوره اللي جايه دي سنوات العطش مقارنه قبل وبعد سد النهضه، شوفوها كده مع بعض، شوفوها معانا كده، ادي اهو سنوات العطش قبل سد النهضة بعد سد النهضة. احتياجات مصر المائية، حجم احتياجات مصر المائية 79 مليار، احنا عايزين سوقف هنا، احنا محتاجين 79 مليار. حجم اللي بيخش لنا سنويا اهو 58.8 مليار متر مكعب، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل. يعني العجز المائي السنوي لمصر هيبقى 20 مليار، او هو دلوقتي 20 مليار متر مكعب دلوقتي على وضعنا قبل سد النهضة، عندنا عجز 20 مليار متر مكعب. طب بعد سد النهضة بقى زيادة العجز المائي ل 34 مليار متر مكعب. طيب أنا بقول بس بصوت عشان الناس مش عايز تقرا، سنفقد 4 مليون فدان، هيخسر 3 مليون فلاح أعمالهم. وقف هنا قبل ما تقرا، هو أنت فكرك لما الفلاحين ال 3 مليون دول يخسروا أعمالهم معناه أنك أنت في الـ أنت مش فلاح أنت موظف؟ ما هو انت لو خسرت 4 مليون فدان يعني اكل، يعني زراعه، يعني محصول، يعني بهايم بتتربع على القصه دي، يعني غلاء بقى اسعار في المنتجات، في المحاصيل، في اللحمه. ده الكارثه كده، ده غير الكارثه البيئيه بتاعت بوار 4 مليون فدان وخساره 3 مليون فلاح اعمالهم. سنخسر مليار و800 مليون دولار من الناتج الاقتصادي السنوي اللي هو اصلا ما حصلش حاجه، ده بعد سد النهضه، ده قبل وبعد، حطوه قدامكم كده عشان تتفرجوا عليه. نكمل، سنخسر كهرباء بقيمة 300 مليون دولار، هنفقد 50% من إنتاج الأسماك في مصر. عشان بس واحد يقول لك أنا موظف مش فلاح ماليش دعوة، في حالة انهيار السد بتاع النهضة لا سيموت ملايين المصريين، أو سدنا احنا غرقا، ده سد النهضة. دي كارثة مصر قبل السد، وزي ما قال الأستاذ مصطفى بقالنا 5 سنين والله العظيم أنا أزعم وبفخر وبوثائق وبأدلة ان احنا من اول برنامج لفت النظر واول، وارجع لاكتوبر 2015 حلقة كاملة وكان فيها الاستاذ عبد الرحمن شكرا بن دكتور عمر والدكتور محمد حافظ والاستاذ مصطفى عاشور، من اول اكتوبر 2015 احنا بنحذر من ده. حط اللوحة قدام الناس واقراها تاني للناس اللي مش قادرة تقرا. قبل سد النهضة احنا احتياجاتنا 79.5 مليار، عايزين كده، عايزين 79 مليار. حجم الموارد اللي بتخش مصر 58 مليار، 55 مليار منها من نهر النيل. يعني احنا عندنا قبل سد النهضة عجز حوالي 20 مليار متر مكعب، وهنرجع في ده في الارقام دي للدكتور حافظ. طيب بعد سد النهضة هيزيد العجز المائي بتاعنا 34 مليار متر مكعب، وبرضه هنرجع في الارقام للدكتور حافظ. سنفقد 4 مليون فدان،
هنخسر ثلاثة، هيخسر 3 مليون فلاح مصري بأسرهم بأسر أعمالهم، هنخسر مليار و800 مليون دولار من الناتج الاقتصادي، هنخسر كهرباء بقيمة 300 مليون دولار، هنفقد 50% من إنتاج الأسماك، لو انهار سد النهضة سيموت ملايين المصريين غرقا. دكتور حافظ، هل حضرتك عندك أي تعليق على الأرقام دي أو تصحيح ليها؟ طبعا لما حضرتك بتقول إن في 4 مليون سيتم تبرهم وده هيتسبب في نقص في الإنتاج القومي مليار وحاجة دولار، يعني في أنا أعتقد حتى محتاجة تعديل، لأن الإنتاج القومي الأربعة مليون فدان ستزيد أكتر بكتير من مليار دولار، هتكون حاجة بتاع فوق السبعة ثمانية مليار دولار، فأعتقد في تعديل تمام. محتاج. يعني أنت التعديل دولار. التعديل يخص النقطة بتاعت المليار وتمنمائة مليون. أيوة الإنتاج القومي لأربعة مليون فدان أكتر من كده بكتير. طيب أشكرك جدا، هل في تعليق على العجز المائي، على اللي إحنا محتاجينه مائيا، على الخسارة المائية؟ ايوه في طبعا في العجز المائي، يعني زي ما قلت لحضرتك لو حضرتك رجعت الكلام عمرو اديب امبارح واللي قال ان اثيوبيا بتقول 25 مليار، لما يكون في 25 مليار معنى كده ال 25 لا ثاني عشان نوضح للناس يا دكتور، انت عايز تقول عمرو اديب بيقول ان هيخش مصر 25 مليار من ال 50، يعني كان التدفق الطبيعي للنيل الازرق في الحصاله بتاعت بحيره ناصر تعادل 50 من ضمن 84، لان الحصاله دي بتشيل كل سنه 84 مليار. 50 بيجوا من الازرق و34 بيجوا من عبره والصباط والنيل الابيض. فاحنا دلوقتي السد مبني على النيل الازرق اللي هو بيجيب لنا 50، فلما اثيوبيا بتقول انا بدل ما هديكوا 50 اللي هو التدفق الطبيعي هديكوا 25، اذا في نقص هيبقى في 25 مليار متر مكعب من الحصاله، الحصاله بتشيل 84، لما تشيل منها 25 اذا المتبقي 59، ال 59 دول انت عايز تاخد حصتك وعايز تدي للسودان حصتها وعايز تخصم 10 مليار للتبخر. كويس؟ فطبعا ال 10 مليار تبخر و 18 للسودان، صح؟ يبقى في 28 من 59، اذا الباقي عندك حاجه حوالي 31 مليار، ده اللي ممكن مصر تاخدها. ولكن في نقطة الشعب المصري والإعلام ما بيتكلمش فيها خالص، ال 25 مليار اللي هيطلعهم من توربينات سد النهضة دول مش هيطلعهم دفعة واحدة زي زمان زي الفيضان بتاع زمان، دول هيطلعوا كل يوم، هيطلع منهم شوية قليلين حاجة بتاع 50 مليار 50 مليون 60 مليون. المية وهي ماشية في النيل الأزرق في مجرى النيل الأزرق هتبقى ماشية أمام عيون المزارعون الجدد اللي هم واخدين حوالي 7-8 مليون فدان أراضي مستصلحة جديدة ومملوكة لشركة الرجحي السعودية وشركة أمطار الإماراتية وشركات من قطر وشركات من تركيا وشركات من الصين، تلك الشركات الاستثمارية التي تملكت اليوم ما بين 7-8 مليون فدان من الأراضي الجديدة القريبة من مجرى النيل الأزرق تنتظر لحظة استكمال سد النهضة وانتظام المية في مجرى النيل بحيث أنها تستفيد من هذه المية في أنها تزرع تلك الأراضي على ثلاث مواسم مش موسم واحد. حاليا هي بتزرع الأراضي دي بموسم واحد، بتزرع معظمها برسيم حجازي وبتروح تصدره للإمارات وللسعودية علشان القطيع الخرفان بتاعت الدول دي. فالدول دي منتظرة انتظام التدفق من النيل الأزرق اللي هم 25 مليار بحيث أنها تستولى عليهم للري لثلاث مواسم. عندئذ لما نقول أن مصر هيدخل لها 25 مليار هنا في علامة استفهام كبيرة جدا، هل فعلا اللي هيطلع 25 مليار هيصبوا في بحيرة ناصر ولا هيتم الاستيراء عليهم من قبل المزارعين الخليجيين الجدد؟ ودي مشكلة كبيرة جدا محدش بيتكلم فيها. طيب خليك معايا بعد إذنك، أنا معايا أستاذ مصطفى، أنا بس عندي سؤال لحضرتك. حضرتك حضرت أغلب أو يعني شفت جزء كبير من الجولات المفاوضات، يعني عايز أعرف بالظبط إمتى حضرتك بدأت تدخل داخل مطبخ المفاوضات ده، من إمتى؟ طيب أنا بس عشان ما نبقاش مررنا الكلام اللي قاله الدكتور محمد للناس، هو قال كلام ما انا عندي سؤال في الكلام ده بس انا حبيت ان استغل بس لان انا عندي سؤال في الكلام ده. انا في حد قال لي خبير الاستاذ عبد الرحمن شكر تقريبا قال ان ال 25 مليار حتى لو مشوا في المواسير هيبقى تدفق المياه قليل جدا وضعيف جدا لان الزراعه لوحدها محتاجه 25 مليار، الزراعه
انا بس في مصر استاذ محمد، انا بس عشان احنا بنناقش بشكل علمي، هو بس الدكتور محمد قصده ان سد يعني الكلام اللي قالوه او اللي قاله عباس الشرعي مع احترامي الشديد دكتور عباس الشرعي استاذ جيولوجيا، ولا راح المفاوضات ولا ليه في المفاوضات ولا استاذ هندسه ولا حضر ايا من ولا يعرف عن مواصفات السد ايه. هو بيتكلم بشكل نظري، هو راجل استاذ جيولوجيا، النحت الميه انحدارها الكلام. لكن انا هقول لحضرتك باختصار، السد العالي، السد النهضه او السد الاثيوبي، انا ما بحبش اقول النهضه، السد الاثيوبي هيبقى السد العالي بالنسبه للسودان. الميه هتتدفق على السودان في الموسم الواحد. في حاجه في الزراعه اسمها الدوره الزراعيه، اما تكون دوره واحده او ثلاث، الدوره الزراعيه ثلاث محاصيل، يعني انت ممكن في الموسم الواحد بدل ما تزرع في السودان محصول واحد لانه الماء الفيضان بيجي، لا انت الميه عندك هتنسد زي ما قال الدكتور محمد. وبالتالي من اول من تحت السد منطقه بني شنجون اللي هي تبعد 20 كيلو عن الحدود السودانيه لغايه بقى اخر السودان، هيبقى الارض المياه متوفره في النيل طول السنه، وبالتالي تقدر تزرع. السودان ارض خصبه. هو ده الكلام بقى، ان السودان مستفيده جدا من هذا السد، وانه المياه هذه كميه المياه لن تصل الى بحيره ناصر بهذا الكم. يعني 25 مليار مش هيوصلوا لبحيره ناصر؟ لا 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 لا، يعني دول بقى حسب السودان تزرع عندها استعداد. احنا خلي بالك احنا بنزرع 8.5-9 مليون فدان بس، السودان عندها استعداد تزرع 30 مليون فدان، ما عندهاش مشكله. يعني السودان الارض الخصبه فيها ارض خصبه ومحتاجه ميه، فالسودان حسب بقى القدره الزراعيه خلال الفتره القادمه زي ما قال الدكتور محمد. وبالتالي مش هتبقى دوره زراعيه احاديه، لا هيبقى دوره زراعيه ثلاثيه، انها تزرع ثلاث مرات زي ما بيحصل في مصر، تزرع محصول في الشتاء ومحصول في الصيف ومحصول ما بين الاثنين، وبالتالي غير ما بيحصل دلوقتي. لكن انا هرجع لحضرتك لسؤالك، انت حضرتك قلت انا حضرت امتى؟ انا كنت صحفي في المصري اليوم من اول الدكتور نصر الدين علام، من اول وقبل كده كنت مذيع في احدى القنوات الزراعيه. الدكتور نصر الدين علام طلع معايا وقال يا جماعه في حاجه اسمها سد النهضه. الدكتور نادر نور الدين طلع معايا بعدها في الحلقه الثانيه، الحقوا في حاجه سد النهضه، والناس كانت طبعا بعد الثوره ولا حد كان صاحي ولا حد كان غيره والكلام ده كله. قعدنا اشتغلنا على الملف ده وبدانا، حتى وزير الري هشام قنديل عملنا معاه حوار على سد النهضه واتكلمنا معاه، وبدانا نتابع هذا الملف سواء صحفيا او تلفزيونيا، وبعد كده في الجزيره لغايه وبقت احضر. انا رحت سد النهضه 2014 يا استاذ محمد، وقفت فوقيه وعملت من فوقيه حلقات، وقعدت مع سمين وبكان اللي هم مات في اثيوبيا، وقعدت مع سالين الايطالي فوق السد، ومشيت في بني سنقول وشفت السد المساعد او سد الدام، وشفت ابراج الكهرباء من خمس سنين بتتبني الضغط العالي، وشفت المحطات وشفت ضخامه المشروع. وبالتالي فانا بكلمك على ان وحضرت حسام المغازي الوزير كان في اثيوبيا وجوله مفاوضات، وحضرت في السودان، وحضرت في مصر كل معظم الجولات. هي القضيه ايه؟ المفاوضين المصريين اللي هم خبراء الري مغلوبين على امرهم، يعني خبراء الري المصريين مظلومين لانه هم مقتنعين تماما ان هم بيقدموا مطالب كل مره ما بيتوافقش عليها. وبعدين انت النهارده بتقول لا انا مش موافق على السد، جيت في اخر المفاوضات ما خدتش اي حاجه، واثيوبيا بنت السد وقالت لك يلا روح، احنا ايه ضحكنا بيك 8 سنين ولا 6 سنين 7 سنين. هي دي القضيه، انه كل جوله من الجولات كان كل شهر ولا شهرين نقول بقى فشلت. وانا طيب. يعني اخر مره كنت في السودان وحضرتك اتكلمنا في الكلام ده، وفشلت المفاوضات، فشل وطلع قالوا فشل. طب بتروح ليه؟ طيب. طب النهارده انا بقى داخل اسالك سؤال يا استاذ مصطفى، السؤال الاخير لحضرتك طيب. ايه الخيارات المطروحه قدام مصر؟ ويا ريت سريعا، ايه الخيارات المطروحه قدام مصر طيب دلوقتي؟ انا هذكرك بحاجه عشان الناس تبقى سامعه، في حاجه اسمها اتفاقيه 1997، اتفاقيه الانهار الدوليه، وفيها مبادئ كتير جدا، لكن اهم حاجه اول حاجه مصر لازم تعملها ان مصر لا تذهب الى واشنطن، ومصر تعلن بعد البيان ده اللي طلعت بيه، تعلن مقاطعه المفاوضات ومقاطعه سد النهضه ومقاطعه اي سدود تبنى، وانه نحن نلتزم بثلاثه امور: واحد الاخطار المسبق، الحصه التاريخيه، عدم بناء سدود الا بالاتفاق، وانه هذا السد غير شرعي، واحنا بنسحب اي اعتراف بسد النهضه، وانه اتفاقيه 2015 اتفاقيه ملغاه تماما، وانه مصر لديها اتفاقيه 1902. خلي بالك يا استاذ محمد 1902 الملك الاثيوبي خد قطعه ارض من الحكومه البريطانيه اللي كانت بتحكم مصر والسودان اسمها بني شنجول، خدها عشان ما يبنيش، عشان يحفظ المياه تمشي تمر بسهوله ولا تبنى في هذه المنطقه اي سدود.
المفاجأة بقى إن سد النهضة مبني على أراضي بن شنقول، أراضي سودانية يعني أيام ما كانت مصر والسودان، وبالتالي غير شرعي. غير شرعي. لماذا لم يتم؟ وبعدين خلي بالك بيان الحكومة مبارح جه قال اتفاقية 1902. طب انت معترف بيها واحنا كنا بنتذكرك بيها، ليه ما رحتش للأمم المتحدة؟ ليه ما رحتش للاتحاد الأفريقي؟ ليه ما رحتش لمجلس الأمن؟ ليه ما رحتش لمنظمة الأنهار الدولية؟ عندنا خيارات كثيرة جدا، أهمها ان التفاوض حول سد النهضة لابد ان يكون قانوني وليس فني. يوم ما بدأت من 6 سنين تقول فني يبقى انت اعترفت بالسد وانت اعترفت باجراءات السد واعترفت مش أهم. انا هقول لك اخطر حاجة ممكن تسمع مني، وممكن اخر كلامي مع حضرتك النهاردة، انه اثيوبيا في بحيرة تركانا الكينية على نهر اومو بنت 3 سدود، جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3، في النهاية بحيرة تركان اللي بيعيش عليها 500,000 بني آدم جفت تماما. ده الكلام اللي هيتعمل مع سد مع النيل الأزرق اللي بيجينا منه 55. النهاردة بنى سد وانت ما عملتش حاجة، هيبني بكرة سد تاني سد تالت سد. هو طمعان في الكهرباء بقى، هو اكتشف انه حياته في الكهرباء واقتصاد الكهرباء ويموت اللي تحت. لكن اتفاقية 97 الانهار بتقول لك كل ده كلام فاضي، فيها بنود لو عندك وقت اقولها لك. اتفاقية دولية امم المتحدة بتقول لك كل الكلام اللي بتقوله اثيوبيا ده كلام فاضي، بس انت روح الامم المتحدة من الاول وقول الكلام ده. احنا امام ناس ثبت القانون وثبت التفاوض القانوني وراحت اعترفت بالسد. يا راجل كنا بنفاوضهم محتمل مغادي. بشكرك عشان عايز اخد منك الحتة دي كده يا استاذ مصطفى. عايزين ناخد فريق البرنامج ياخد الجزء بتاع الاستاذ مصطفى الحل ده ويحطه على السوشيال ميديا، يعني ده حل الحقيقة منطقي وقانوني وراء الأستاذ مصطفى عاشور الإعلام المتخصص في الشؤون الزراعية الزراعة والري والمتابع من البداية لملف سد النهضة. بشكرك جدا وأتمنى وإحنا هنحط لكم كلام الأستاذ مصطفى عاشور ده لوحده كده لعل وعسى يوصل للخارجية المصرية، لعل وعسى يوصل للسيسي، لأنه زي ما قلت في أول الحلقة إن إحنا يهمنا المصريين. والدكتور محمد حافظ سؤالي برضو الأخير لحضرتك، ما هو الحل من وجهة نظرك للخروج من هذه الأزمة؟ أوكي، أولا أنا أشكر الأستاذ مصطفى عاشور على ذكره لاتفاقية 1902 واللي كانت ملحوظ جدا امبارح، أول مرة الوفد المصري يتكلم عن اتفاقية 1902 واللي هي المفروض أنها تجعل من سد النهضة ده سد غير شرعي، لأن مصر والسودان دفعوا من المقدم لهذا الأمر إن هما تنازلوا عن بني شنقول مقابل عدم بناء أي سدود على النيل الأزرق. دي قصة. القصة الثانية إيه الحل؟ الحل يعني إن كنت أنا لا أرجح أو لا أتمنى وجود حل عسكري لهذا الأمر، لأن زي ما بيقول اللي بيته من إزاز ما يرميش الناس بالطوب. إحنا عندنا سد عالي وعندنا أيضا مية بتيجي من الصباط ومن عدبرة، مش عايزين نخلق لها مشاكل. فأنا أعتقد أن أفضل الحلول في الوقت الحالي هو عملية تكامل اقتصادي زراعي ما بين مصر والسودان، وأن السودان تسمح لحوالي 1,000,000 فلاح مصري بالهجرة إلى السودان لزراعة حاجة حوالي 4 أو 5 مليون فدان من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في السودان، بدل ما السودان بتدي الأراضي دي للسعوديين والقطريين والإماراتيين حتى الصينيين واخدين فيها. لا، أولى أن هم يدوها للفلاحين المصريين، بحيث أن 4 مليون فدان اللي هم تبورهم في مصر ناخد مكانهم في السودان، وبحيث انها تروى بالمياه النيل الازرق اللي هي اصلا من حصتنا احنا، وده هيساعد السودان في انها هيزود الانتاج الاقتصادي لدوله السودان، وهيساعد في سداد الاحتياجات المحليه لدوله السودان، وفي نفس الوقت هيساعد في توفير الغذاء للشعب المصري. فبدل ما احنا عمالين نصرف مليارات على العاصمه الجديده، لا، اعمل خط سكة حديد جديد يربط ما بين أسوان وما بين السودان، يجيب وهذا الخط السكة الحديد يمر على الأراضي المصرية الجديدة في السودان، بحيث يحمل كل يوم الغذاء المطلوب للدولة المصرية من تلك الأراضي. طالما فرض علينا هذا الأمر الصعب، بدل ما نصرف مليارات على الحروب، لا، احنا نصرف مليارات على التكامل الزراعي الاقتصادي ما بين مصر والسودان، وده هيكون البلدين كسبانين الى ان يأمر الله بامر اخر ونشوف حل لهذه القضيه. بشكرك جدا الدكتور محمد حافظ، وبرضه هناخد الحل بتاع حضرتك ده ونضعه على السوشيال ميديا عشان الناس بس يبقى قدامها حلول يا جماعه، لانه زي ما قلت قبل كده مش من مصلحتنا على الاطلاق نختلف مع السيسي، نكره السيسي، نحب، دي قصص تانية، لكن ده في ناس بتموت. 4 مليون فدان مصر هتخسرهم، 4 مليون فدان، تخيل انت كل اللي حيلتك
8 9 مليون فدان، لما تخسر 4 مليون فدان منهم. شو بقى كم المواشي والبهايم اللي رايحه بالقصه دي. 3 مليون اسره هتخسر وظائفها، 3 مليون ده رقم مهول. ده غير بقى انك انت هتفتح الميه تلاقي الطين نازل لك، ده غير انك انت هتلاقي قصه بقى الكهرباء قلت، يعني هتبقى في كوارث. وزي ما قلت التاريخ بيقول لنا كده، مصر لم تشهد مجاعه في تاريخها من اول بيبي الاول لحد الشده المستنصريه او ولذلك عبد الناصر لما عمل السد العالي عمله ليه؟ عمله عشان يضمن ان مصر ما تتعرضش لايام جفاف. ودي كانت القصه بتاع السد العالي. الراجل قال لك ساعات يجي لنا فيضان يشيل وساعات يجي جفاف، ولو جه جفاف مصر بتجوع. طب ايه القصه؟ نعمل سد نخزن الميه ورا ونضمن دخولها مصر بانتظام. وعمل السد، خسرنا في السد طمي النيل اللي هو ماده كده كانت بتطرح حاجه اسمها طرح نهر، كانت دي بتخصب الاراضي الزراعيه. لكن رغم كده برضو قدر عبد الناصر بصراحه انه ينجينا من سنوات جفاف عدت على افريقيا كتير جدا، وده للامانه. بس طيب دلوقتي بقى احنا قدام كارثه جديده، نعمل ايه بقى؟ نقف نتفرج ولا نقدم حلول؟ عشان كده الاستاذ مصطفى قدم حل، وحل رائع جدا وقانوني. الدكتور محمد حافظ قدم حل، والاثنين هيبقى قدامكم على السوشيال ميديا ان شاء الله. الاثنين هيبقوا قدامكم على السوشيال ميديا. يا رب السيسي ما يتعميش في عينيه ويشوفهم ويلجأ للحلول دي. لكن السؤال، هو الجيش المصري فين؟ الجيش المصري بيعمل ايه دلوقتي؟ ما ده امن قومي يا راجل. انا بس عشان الوقت، انا لو احكي لك محمد علي الالباني تاجر الدخان ده عمل ايه مش هتخيل، مش هتخيل. محمد علي ده تاجر دخان الباني، وكان حتة عسكري في الجيش العثماني، وكان مدلل، وقصة كبيرة حكيت عن محمد علي ده كتير قوي. صدق باللي خلقك وخلقني ان محمد علي ده ادرك، وده الباني مش مصري، ان مصر دي الامن القومي بتاعها في النيل من اول منابع النيل. لدرجة ان محمد علي افشل مخططات لسان سيمونيين في مصر عشان النيل. لدرجة محمد علي مرضيش يعمل قناة السويس خوفا من اطماع الدول في مصر، ورفض قرض او رفض فلوس تقريبا باربعة مليون عشان السان سيمونيين جم قالوا له عايزين نعمل حاجة اسمها قناة السويس. قال لهم مش عايز. ليه يا عم؟ مش عايز. انا مش عايز الدول تبص لنا. طب والنيل وبتاع؟ لك محدش يبعد عن النيل. لدرجة ان بعض احفاده او اولاده ماتوا في الحروب مع الجنوب. محمد علي الباني، الباني كان يرى ان الامن القومي المصري يبدا من البحيره بتاعت فيكتوريا. ويجي لنا واحد قال تبع الجيش المصري قاعد في الهلابقه مع انتصار وفي اللالا لاند، وقاعد الراجل عمال يمضي على وثائق يخرب بيتك وبيت اليوم اللي شفناك فيه. يا راجل الا في الشعب. خلينا نشوف الجيش المصري فين بقى عشان نخلص. مش ده الجيش اللي كان حارب تركيا؟ مش ده الجيش اللي كان هيجيب اسرى بقى ونشغلهم عند ابو عمار السوري في شارع دمشق في المهندسين، واللي عايز خدام يجيب واد تركي كده؟ مش ده الجيش اللي مصطفى بكر اتكلم عنه؟ تعال نشوف الجيش المصري بيعمل ايه بقى. القوات المسلحه المصريه بتعمل ايه في الوقت ده؟ بص بقى، عايز عشان بس المراره، القوات المصريه المسلحه المصريه تنظم بطوله كاس العالم العسكريه الثالثه. قوات التامين بتامن احتفالات راس السنه، بتعمل مناورات بحريه. هتشوف دلوقتي فيديو الانتاج الحيواني قوات مسلحه، يعني هتشوف بهايم